مشات الغيرة، مشات خاصة إذا دخل فصل الصيف، الحرارة تدخل والحشمة ترتفع معها، الحرارة ترتفع واللباس يرتفع. اللهم اجعل شتاءنا زمهريرا، واجعل فصولنا شتاء زمهريرا يا رب العالمين. أين الغيرة على البنت؟ أين الغيرة على العرض؟ أين الغيرة على الأهل؟ ولذلك فرض الله عز وجل فراغ، الوقت يجري والموضوع طويل. قال الله عز وجل: لا يبدين زينتهن. أمر المرأة بالحشمة والحجاب، ثم أمر الله عز وجل بعدم تتمايل المرأة ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله يقول للمرأة لا تخضع بالقول. المرأة لما تتكلم مع الرجل تتكلم بحشمة، أطلع اليوم في اللواج ولا أدخل لإدارات للبنوك وأدخل إلى مكان واسمع المرأة كيف تقهقه مع الرجال. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. والرجل يقول: أنا الحمد لله أنا أحمد لا إله إلا الله. زوجته تقهقه، ها تحب كذا، الله أعلم ما الذي يدور بينهما من الحديث وكذا. وعادي جدا، بل من الرجال والعياذ بالله، وعلى النوع الذي يعني نسأل الله العظيم أن يعافينا، ما عنده ولا غيرة، ذرة غيرة ما عنده، بل هؤلاء من الذين يشجعون نساءهم وبناتهم على العري. وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ سماه الديوث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أبدا الديوث والمترجلة من النساء ومدمن خمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغيرة من الإيمان، وإن المذاءة من النفاق. المذاءة ما هو؟ الدياثة. ما هي الدياثة يا رسول الله؟ أن يرضى في أهله القنا والخنا ولا يتحرك. بل والله ثم رجال نكلمهم ونقول لهم: يا أخي شوية حشمة في النساء، الله يبارك فيك، مرتك أمرها بأن تتستر، أمرها بأن تتحجب، شو مدخلك فيها يا معقد يا كذا؟ لا إله إلا الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تأتي المسجد في الصلاة، في الصلاة في الصلاة، جي تصلي في المسجد الآن، جي تصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة أتت إلى المسجد وهي متعطرة، حتى البرفان متعطرة، ماذا يا رسول الله؟ لا يقبل الله لها صلاة حتى تعود فتغتسل. ما بالله اليوم من هذا نعيش فيه؟ اللهم عين الشباب يا رب العالمين، اللهم عين الشباب يا ذا الجلال والإكرام. والله مساكين الشباب، والله يرفع رأف العبد بحالهم مما يرى. أصبحت الطرقات محرمة علينا، المنتزهات محرمة علينا، البحر محرمة علينا من قلة الحشمة والحياء في النساء. لا عندهم ضابط، لا عندهم من يتحكم فيهم، لا عندهم شيء، تفعل ما تشاء، تلبس كيف ما تشاء، ولا رجل يتغير، ولا رجل يغيظ، ولا رجل يتكلم. يا مرأة، يا بنتي، يا كذا، لا أحد، ماتت. يعني سبحان الله، شوف قمة الانتكاسة. الرجل سيارته لو تلمس بخدش تتشاح السيارة بتاعه، يقيم الدنيا ويقعدها. ولحم زوجتي وبناتي معرة، يراه البر والفاجر، ويراه الفاسق وغير ذلك. وعادي جدا. أنا أقول هذه كلمة رأوا، نحن مبتلين جميعا إلا ما رحم ربنا. أقول كلمة: لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم بينا في زماننا هذا، ماذا كان سيقول؟ ها؟ ماذا كان سيقول من الحشمة والحياء؟ وذلك قال صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أن هذا وحي، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهم. ذكر الصنف: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنف من أمتي من أهل النار لم أرهم، نساء كاسيات عاريات، لابسة عارية، قال مائلات مميلات، مائلات على الحق، مميلات لغيرهن. هذه بلد الزيتون، هذه بلد المسلمين، هذه الحشمة والحياة في تونس. رحم الله الطاهر بن عاشور، قام بخطب في الناس فقال: أيها الرجال، من النساء اللواتي في الأسواق الآن؟ لم يتكلم أحد. من النساء اللواتي في الأسواق؟ لم يتكلم أحد. فقال: أقم الصلاة، انتهت الخطبة. لماذا؟ لأنه فما حاجة اسمها رانا على قلبك، انتهى. لأنه بكثرة العري والعري وقلة الحشمة أصبحت، يعني أنت لما ترى اليوم امرأة كاشفة ليديها وسقيها، ثم هذه يعني من الصالحات ربما، هذه مستورة، هذه مستورة تتسمى.
يعني مما نراه في الشارع ونراه في المنتزهات. يا رب استر نسانا يا رب، يا رب ألقي في قلوبهن الحياة والحشمة يا رب، يا رب إنا عجزنا عن سترهن، اللهم فاسترهم، اللهم فقل ألقي في قلوبهن الحياة يا رب العالمين. أقول قولي هذا.